وللوقوف على تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية ينضم إلينا الأستاذ طه عودة أولو الكاتب الصحفي التركي عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. مرحبا بك معنا أستاذ طه. مرحبا. 25 قتيل و804 إصابات وجرحى بحسب إدارة الكوارث والطوارئ جراء الزلزال الذي ضرب إزمير أمس، هل من معلومات أوفى عن الخسائر الموجودة هناك وعن قدرة إدارة الكوارث للتعامل معها؟ في البداية كما تفضلت يعني الزلزال هو كان بقوة 6.6 وهو الأقوى منذ سنوات ضرب مدينة إزمير. حتى اللحظة وحسب المعلومات الأولية عدد الضحايا 25 قتيلا و841 جريح. أيضا هناك هزات ارتدادية شهدتها مدينة إزمير خلال الساعات الأخيرة الماضية، ولكن الأخبار المفرحة هو انتشال عدد كبير من الناجين قبل الساعة الآن، انتشال سيدة تبلغ من العمر 62 عاما. أيضا تم يعني الوقوف على انتشال عدد كبير من الأشخاص من 8 مباني من بين 17 بناية تضررت من جراء الزلزال. على الصعيد الحكومي لاحظنا خلال الساعات الأخيرة الماضية استنفار كبير من قبل الدولة التركية، وخاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات، فيما يتعلق بتوفير المأوى والمسكن للسكان المتضررين، أيضا تشكيل خلية أزمة في المنطقة لمعالجة المشاكل خاصة في هذا الوقت ومن بداية فصل الشتاء. هناك انتشار كبير لفرق الإنقاذ، والأمان ما زالت موجودة لانتشال أعداد كبيرة من المواطنين. نعم، ما توقعات المتخصصين في هذا المجال؟ هل يتوقعون يعني حدوث زلازل أخرى خلال الفترات القريبة؟ يعني اعتقد يعني هذه هي منطقه بحر إيجا، هي من المناطق التي هي تاتي في يعني في منطقه تشهد فيها زلازل، وكما تذكر في عام 99 شهدت منطقه مرمره زلزال مدمر كان يعني اسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى، ولكن تركيا من خلال تعاملها مع الزلازل خلال الفتره الاخيره الماضيه لاحظنا هناك تجربه في هذا المجال. يعني حتى هذه اللحظه على الرغم من قوه هذا الزلزال، لكن العدد الضحايا ليس بالكبير بالمقارنه بالسنوات الاخيره الماضيه، وهذا يدل على الإجراءات التي قامت بها الحكومة التركية خلال الفترة الأخيرة الماضية، ولكن هناك المخاوف والقلق هي خاصة بعد هناك بعض النداءات التي تقول بأن إسطنبول هي ترتقب أو تترقب زلزال قوي خلال السنوات المقبلة. في المقابل نلاحظ أن الحكومة التركية قامت خلال الفترة الأخيرة بإعادة للبنية التحتية في مدينة إسطنبول وأيضا عدد كبير من المدن الأخرى، بمعنى آخر هي أصبحت مستعدة، لا أقول 100% ولكن مستعدة نوعا ما لمواجهة والتصدي لأي ظرف في المستقبل من قبل هذه الكوارث الطبيعية. يعني تحدثت عن قضية مهمة أستاذ طه، وهي تتعلق بالبنية التحتية لهذه المدن، ونحن نرى أن أحياء كثيرة مثلا في إسطنبول وفي غيرها من المدن هي أحياء قديمة والمباني بنيت منذ ربما عقود طويلة من الزمن، وهذا قد يكون أمرا مساعدا في حدوث أعداد كبيرة من الضحايا لا قدر الله. ما جهود الحكومة والجهات المعنية والبلديات في ذلك في التجديد وتحسين البنية التحتية في البلاد؟ نعم، يعني كما ذكرت لك قبل قليل هناك بعض المناطق في إسطنبول وهي تقع يعني على يعني منطقة الزلزال، على سبيل المثال منطقة أبجلار في منطقة بكركوي، ولكن هنا لاحظنا هنا تحول أو خطوات أقدمت عليها الحكومة التركية في وضع شروط للبناء، معالجة المباني القديمة، إخلاء بعض المناطق أو بعض المباني، وهذا لاحظناه خلال السنوات الأخيرة، توجه عدد كبير من السكان إلى مناطق هي ذات أرض صخرية يعني هي تتحمل الزلازل. كل هذه الأمور هي أقدمت عليها الحكومة خلال السنوات الأخيرة الماضية، تحويل بعض المناطق القديمة كما تفضلت، حاليا تقوم بإعادة هيكلة جديدة لها، ولكن كل الأمور هي في إطار الخطوات وفي إطار العمل
لمواجهة هذا الخطر الذي يعني يكون هو داهم بالنسبة لتركيا. الكاتب الصحفي التركي السيد طه عودة أولو من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.